اي 250 شوف ثاني دني اطبخ وانا كان عمري 11 سنه. تصويت يا رب لنا صدق هذا طبخ هذا خوش اسوي المواجه 500 ريال انت اللي طبخت ما انا عندي اللي حطيت المويه وانت اللي حطيت مو انا اللي حاطه يديني حاطين ماشي تعبان سلمى مراوله للبيع سؤال بسيط اسلم انا اسمع عتب بينكم ها اسمع عتب بينكم عتب نقول ان الطبخه زينه نعم طبخه جميله جدا وانا اخذ الاول وانا اطبخ من يوم كان عمري 12 ايش سوى في الطبخه يا ماجد سوى الطبخه بحذافيرها ما نقص شيء ولا زود الماء ولا سوى اي شيء ليه مسويها سويها مضبوطه مضبوط يعني الله يعني شوي يعني اللي قاعد تقول انه خرب الطبخه لا لا أجل. ضبط الطبخه من جميع النواحي المويه بالمليمتر ايش اللي قاعد تقول انت قبل شيء تقول له لو سلمنا منك كان ايش تقول لا هذا موضوع تحلطم موضوع سابق موضوع سابق فهو انت يعني نتناقش كل يوم جاء النقاش ذا اليوم إيه كنا امس اللي كنا نتناقش نسيته نسيته تناقش لان مضامين اخذ الاول الحين حصيل ان شاء الله ان الاول لنا باذن الله حصيل شباب انتوا مريحين كذا واجده والله ما احنا مريحين ما عدم ثقه احنا قاعدين نروق ولكن ما جاء ذا الترويج مين توتر مع ابو حامد والله توتر يا ابو حامد طيب زياد شيري عليها ظروف الف مبروك ما يحتاج لا عادي اللي فازوا معنا اليوم في طبختهم الجميله جدا بشاميل بالدجاج والذرة والذرة البلاش اي الذرة البلاش اللي تاكلها بدون ما تطبخها الا طبختها قليلا منها قليلا منها نعم انتم عندكم مشكله بس ايش هي الكوسه صح لا كل شيء مضبوط كل شيء مضبوط كل شيء مضبوط ماشيين على الخط الف مبروك للي صوتوا له الجمهور ب 30 درجه ولي فايز يعني ولا 30 درجة صوت الجمهور لمين تتوقعون؟ لمين؟ لمين؟ والله ما ندري ليه ما عندكم ثقة بجمهوركم؟ بالناس اللي تدعمكم؟ عندنا ثقة مرة؟ الحمد لله 30 درجة سلام سلام طيب وكم باقي الحين؟ الحين تغدى باقي تصويت الشباب وباقي تصويت الجمهور صح ولا؟ ماشي يدخلوني معكم كيف صح الا سعد موني هذا الف مبروك ايش اسمك اليوم اليوم حسن اليوم شنو عبد الله الف مبروك لعبد الله وحسن سلام العب بروسك انا حافظ انا شباب وين الفهري يا شباب؟ وين الفهري يا شباب؟ وين الفهري؟ تكفى ملعقة خلنا بلاقوها تكفى ملعقة هاتراها مزود الماء اخصموا كلها منك هل انا خصم على انا شيء؟ خذوا طبختكم طبختنا ما خلصت يا اخي لا ساعة تطبخ يا شباب كم باقي على طبختكم عشان يطفون اعطوه لكم والله ما ادري خلاص انت خلاص سلام مرحب الله اللي تبقى